قال أبو العتاهية: أين القرون الماضية؟ تركوا المنازل خالية، فاستبدلت بهم ديارهم الرياح الهاوية، وتشتتت عنها الجموع وفارقتها الغاشية، فإذا محل للوحوش وللكلاب العاوية، درجوا فما أبقت صروب الدهر منهم باقية، فلئن عقلت لأبكينهم بعين باكية، لم يبق منهم بعدهم إلا العظام البالية، لله در جماج من تحت الجنادل ذاوية، ولقد عتوا زمنا كأنهم السباع العاوية، في نعمة وغضارة وسلامة ورفاهية، قد أصبحوا في برزخ ومحلة متراخية، يا عاشق الدار التي ليست له بمؤاتية، أحببت دارا لم تزل عن نفسها لك ناهية، أو خيف ارمي محاسن الدنيا بعين قالية، واعصي الهوى فيما دعاك له فبئس الداعية، أترى شبابك عائدا من بعد شيبك ثانية، أودى بجدتك البلا وارى مناك كما هي، يا دار ما لعقولنا مسرورة بك راضية، إنا لنعمر منك ناحية ونخرب ناحية، ما نرعوي للحادثات ولا الخطوب الجارية، والله لا يخفى عليه من الخلائق خافية، عجبا لنا ولجهلنا إن العقول لواهية، إن العقول لذاهلات غافلات لاهية، إن العقول عن الجنان وحورهن لساهية، أفلا نبيع محلة تفنى بأخرى باقية، نصبو إلى دار الغرور ونحن نعلم ما هي، وكأن أنفسنا لنا فيما فعلنا معادية.